مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا. لكي تشاهد المباراة ما عليك فاضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المستضيف لهذه المباراة ملعب بارك دي برانس بباري. اما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في الساعة 9 ليلا بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس، والعاشرة بتوقيت القاهرة، والساعة 11 ليلا بكل من توقيت قطر والسعودية والامارات. اما بالنسبة للقنوات الناقلة لهذه المباراة قناة بي ان بريمير اتش دي 1 وايضا البي ان 4K الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق حسن عيدروسي. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. وانا اضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.